بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الإنسان الأول من البداية عاش في خوف، في خوف من قوى الطبيعة، الزلازل، البراكين، الأعاصير، السيول، الزوابع، الوحوش، المرض، العين، الحسد، الجن، العفاريت، الآلهة المتعددة اللي كان مفروض يرضيهم كلهم بالقرابين. والنتيجة ان الطب لما ابتدى مزيج من الدجل والشعوذة والسحر والتمائم، فبقت الروشتات الأولانية عبارة عن تعاويذ وتمائم وأنواع مختلفة من السحر، بالإضافة إلى الفصد والحجامة والأعشاب. وبعدين مرت فترة طويلة اتغربلت فيها المعلومات الطبية دي، ومرت على نوع من التنقية من الشوائب، وبعدين حصل تطور. الكي مثلا تطور إلى إبر صيني وإلى ليزر وإلى كوتري وإلى كمادات سخنة وإلى لبخ وإلى لزقات. الأعشاب تطور إلى علم كبير له عشابين اللي هم الهيربيستس المتخصصين. ودلوقتي في أوروبا علم الأعشاب بقى منافس للطب التقليدي. وبعدين حتى هنا برضو تلاقي واحد عشان مثلا إدرار البول يفضل أنه يشرب مية شعير أو مغلي بقدونس أفضل من أنه ياخد حقن كلاسيكس مثلا. وتلاقي مثلا واحد في حالة الكحة والبلغم عشان يساعد البلغم يفضل أنه ياخد لبان ذكر وياخد البوليجالة والبصل العنصر أحسن من الإيزلين ومن البولارامين. أنا شخصيا بفضل في الكحة والبلغم أحسن حاجة اللبان الذكر و مزيج نشاد روبوليجالا. للأسف لما بنروح الأجزخانة نقول له حضر لنا المزيج ده مزيج معروف وقديم قوي، فيقول لك أصل ما عندناش الخامات الطازة. دلوقتي كل الأجزخانات بتشتغل على الجاهز وبيع ويلا، مفيش زي زمان الدواء يتحضر ويتحضر من خامات طازجة مظبوطة. ففعلا أنا في مسألة الكحة والبلغم بشوف أن اللبان الذكر والمزيج النشادر والبوليجالة حتى له اسم طبي معروف، تينكشر أمون سينيجا، معروف كده، بس دي روشتة قديمة قوي من أيام بقراط، بتبقى أفضل من المركبات الكتيرة اللي مليانة مضادات حساسية واللي توخم واللي تنوم والحاجات دي كلها. الفصد والحجامة أدى دور كبير قوي على أيامه. يعني أنا منساش في البلد في طنطا واحد جاله شلل نتيجة نزيف في المخ، شلل نصفي وتوقف النطق تمام، اتخرص ما بيتكلمش. فمن حسن الحظ أن أقرب ما يكون للبيت كان حلاق الصحة ندهوله فعمل له فصد. الفصد يعني معناها يقطع عرق وريد ويسيح دم، سيح نص لتر دم او يمكن 3/4 لتر. هو لسه ما كملش 3/4 لتر والشلل خف والراجل حرك ايديه ورجليه وكلم ونطق وتفك لسانه. وهذا الرجل عاش 5 سنين بعد كده وحج وانبسط، وبعد كده بعد ال5 سنين جات له النوبة التانية بتاع النزيف اللي هي كانت القضية. فاذا كان الفصد فعلا بيأدي دور، وطبعا دوره العلمي ان هو يخفض الضغط، لأن هي حصل نزيف في المخ، ليه ارتفع الضغط، انفجر شريان، حصل نزيف. فلما راح قاطع العرق وسيح الدم راح نازل الضغط مرة واحدة، ومن حسن الحظ الإسعاف كان سريع جدا بحيث النزيف ما كانش لسه خيش بقى في المخ، كان لسه في بدايته، فكان إنقاذ فعلي وعلاج عظيم جدا لهذا المريض. فبالرغم أن دي حاجات قديمة قوي إلا أنها لها دور وأدت دور.
في الواقع ان الطب القديم رغم ان فيه الكثير من الشعوذة والدجل والخرافات والحاجات الغلط والى اخره، الا انه مر بتطور عظيم، وان وكان فيه رواد كبار يعني لهذا الطب القديم. كان فيه امن حتب، ام حتب في مصر، وكان فيه بقراط وجالينوس، وكان فيه ابن سينا والرازي والزهراوي ايام عصر صدر الاسلام. وفي أوروبا طلع باستير وغير الطب خالص لما عمل أول لقاح ضد مرض الكلب، وكذلك العالم الألماني كوخ. فالطب القديم كان له يعني عمالقته، لكن هي الحقيقة للإنصاف وللحق والحقيقة لازم نقول إن الشعوذة لم ينفرد بها الشرق، يعني الدجل والخرافة لم تكن فقط في أفريقيا وفي الشرق وفي البلاد العربية وفي أسيا والحتة دي أبدا. ده أوروبا نفسها في القرون الوسطى اللي هي العصور المظلمة بالنسبة لأوروبا كان الشعوذة والدجل أشنع، وكانوا يميها بيعالجوا مريض الصرع بأنه يضربوه بالكرباج عشان يطلعوا العفريت من جتته، وكانوا يحرقوا السحرة ويحرقوا المجزومين، وكان عشان يعملوا بنج في العمليات الجراحية يدوا للعيان جمدانة خمرة يأربعها، وبعدين بكيس رمل يروحوا ضربينه على دماغه يروح مغمى عليه، يقعدوا يشتغلوا بعد كده في العملية. وفي فرنسا في باريس في البلاس فاندون كان الطبيب النمساوي فرانز أنتون ميسمر له صالون مشهور، وكان من رواد هذا الصالون، يعني أرقى طبقات أوروبا من الفنانين والعلماء والكتاب، وكان من ضمن هؤلاء نيوتن نفسه وموزار نفسه. وفي هذا الصالون كان فرانز أنتون ميسمر بيعالج المرضى بأساليب يعني أنواع غريبة من الزار، ويمكن قليل نسميها زار لأنها أنواع بهلوانية ودجل وشعوذة ما فيش بعد كده. ومع كده كان الناس مغرمين بيه جدا، لدرجة أن موزار نفسه الموسيقار عمل أوبرا مخصوصة لفرانز أنتون ميسمر اللي هي كوزي فانتوتي، وخلى اسم البطل في هذه الأوبرا اسمه فرانز أنتون ميسمر. للدرجة دي مشعوذ عظيم وصل لسمعة عالمية في يوم من الأيام وسط أوروبا، وسط أوروبا. ده غير ملوك فرنسا اللي هم في العصور المظلمة دي برضو كان الملك بيعتقد في أنه لمسته شافية، فبعد ما الملك يتوج والبابا يمسحه بالزيت المقدس يبتدي يعملوا له استقبالات كبيرة قوي يقابل فيها المرضى، ويحط ايدهم على راس العيانين كده كده كلمسة الملكية، يسموها اللمسة الملكية، فالايه المرضى يخفهم. وكانوا بيختاروا له نوع معين من المرض اللي هو بيسموه، كانوا بيسموه زمان كينجز ايفل، هو باختصار سل الغدد، يبقى فيه كلكعة كده في الرقبة وغدد تظهر، ومعرفش ليه كانوا بيختاروا المرض ده بالذات، يمكن لأنه بتحصل أحيانا الغدد دي والحيل دي أحيانا بسبب اللوز أو بسبب خراج في الدرس، وبعد كده تروح من نفسها من غير ملك يلمس ولا من غير حاجة. فطبعا كان الحاجات دي بتخف من نفسها، لكن لما الملك بقى يروح حاطط إيده كده وبعدين يشفى العيان، يا سلام اللمسة الشافية. فدي بقى شعوذة على مستوى الملوك. وفي يميها طلع دجال عظيم برضو كسب ألوف، كان بيعالج بحاجة اسمها الكماشة السحرية، يقول لك دي كماشة معمولة من حديد سحري والجن قرى عليها ومحدش يعني، بس أي مرض بس نروح مسكين المرض بالكماشة كده وشدينه إيه يطلع من المريض على طول. فأياميها طلع بقى النقابة أصحاب الكماشات دول كل واحد طالب كماشة يقول لا دي الكماشة دي قاري عليها مش عارف شيخ مشايخ الجن، وده الكماشة كل واحد طالب كماشة، لغاية ما واحد منهم مات، وبعد ما مات اكتشفوا ان الكماشة دي خشب مش حديد ولا حاجة. فدي انواع من الدجل كانت موجودة في قلب اوروبا. وليه نروح بعيد، مش هقول ان فيه لغاية دلوقتي باعت العلاج الوهمي موجودين حتى في قلب لندن وباريس، وياما زبطوا حالات عيانين عرب راحوا وفتحوا بطنهم وقفلوها تاني، الدكتور خد 20,000 دولار وما عملش اي حاجة،
مجرد عملية وهمية. ف يعني ما زال لغاية دلوقتي حتى في القرن العشرين واحنا في أواخر القرن العشرين موجود من الأطباء اللي هو خرب الذمة اللي النصابين. والقاعدة الحقيقة في نظري ان طول ما في عيان محتاج فممكن يظهر 10 يستعبطوه. فهي دي مش للأسف يعني، ودي مسألة أخلاقية. طبعا في أفريقيا رغم هذا التقدم اللي حصل بقى في الطب في العالم كله، للأسف أفريقيا تمثل أكبر كم من الشعوذة لغاية دلوقتي. ونشوف الفيلم دي ان احنا بقى فين، في جنوب السودان في افريقيا الاستوائية، واللي شايفينهم دول من قبيلة اسمها الازندي. قبيلة الازندي دي من 90 سنة كانت بتاكل البني ادمين، من اكل لحوم البشر، ومن يمكن 30 سنة بس كنت تلاقيهم كلهم عريانين ملط خالص، ما فيش الا ورقة التوت واصغر ورقة التوت ممكن تتصور. اللبس ده ظهر اخيرا بس. دول رغم ان فيه في الازندي مستوصفات دلوقتي ومراكز طبية، لكن هناك يعني اولا ده اللي شايفينه ده ادوارد ايفنز، ده احد الرحالة سنة 1920 راح للقبيلة الزندي وعاش معاهم ودرس لغاتهم وكتب عنهم وكتب عن اديانهم وتقاليدهم وعقائدهم وكل حاجة. وهناك بقى عندهم الطب ده بيتولاه طبيب اسمه البنجو اللي احنا شايفينه ده، طبيب البنجو. ايه بقى البنجو ده؟ طبيب البنجو ده بقى بيجيب كتكوت ويحطه بين صوابع رجليه زي ما هنشوف، زي ما احنا شايفين دلوقتي شايفين الكتكوت ده، ويسقيه سم. وطول ما يسقيه بالسم بقى عمال يكلمه، الاول يقول اسم المريض اللي جاله كم مره، وبعدين يبتدي يقرا تعاويذ، وبعدين يسال الكتكوت يا كتكوت يا كتكوت العلة اللي عند صاحبنا دي علة طبيعية وحتعيش ولا هي سحر وحتموت، يا كتكوت يا كتكوت حتعيش ولا حتموت. يقعد يقول له بالطريقة دي ايه، بيستشير الكتكوت، الكتكوت هو اللي بيقرر الحالة ونوعها ايه، سحر ولا علة طبيعية. ده اسمه طبيب البنجو. وطبيب البنجو ده لازم يتطهر ويصوم وما يأكلش لحمة ما يأكلش سمك ما يقربش لمراته، لازم يبقى يستعمل طقوس معينة زي ما احنا شايفين بيسقي السم اهو، يا كتكوت يا كتكوت هتعيش ولا هتموت. اذا كان صاحبنا علته طبيعية هتعيش، ولو كان واذا كان سحر هتموت، يا كتكوت يا كتكوت. فاحنا هنشوف ان الكتكوت ده هيموت. فلما يموت يقوم بقى طبيب البنجو ده يقول للراجل اللي جاي له، والله انت مشكلتك هي مشكلة سحر وحلها هيبقى كذا كذا، هنعمل كذا. ده اسمه طبيب البنجو، وده هناك يعني محترم جدا. اهو الكتكوت بيطلع في الروح، هو ناوي يموت فعلا خلاص، بيرفرف وبيشنج. فدي ما فيش امل، هو مات خلاص. مات. يبقى معناها المريض عنده حالة سحر. في طبعا غير أنواع أخرى من أطباء البنجو هنشوفهم دلوقتي، في نوع تاني بقى البنجو ده اللي بيرقص، يلبس بدلة رأس مخصوصة على إيقاعات مخصوصة، ويجي القرية، ولما يجي كل الناس يجيبوا العينين بتحهم ويجوا من آخر الدنيا، يسيبوا بقى الدكاترة والطب والمستوصفات والكلام اللي عنا في نظرهم كان فاضي، ويجوا للراجل بتاع البنجو ده. الراجل ده بقى مش بيستعمل الكتكوت ولا حاجة، إنما هو بنفسه بيرقص رأسة عنيفة جدا، وبعدين في ذروة الرأس يجيله الوحي على طول من العفاريت بتوعه، يقولوا له إن حالة المريض نوعها كذا وننصح بكذا. والمريض ده جاي له من مشي 10 ميل من القرية بتاعته، مسكين جاي على رجليه لما سمع ان ايه طبيب البنجو ده جاي.
وقاعد مستني وده أول حالة حيشوفها صاحبنا. فهنشوف إن هو بيرقص. أولا بدلة الرأس دي بدلة معينة مش أي بدلة، دي بدلة خاصة لها مواصفات مقدسة وحيوان مقدس هما اللي دبحينه وقاريين عليه. وبعدين زي العادة برضه ما يأكلش لحمة، ما يأكلش سمك، ما ينامش مع امراته، يتطهر. وبعدين حتى الإيقاعات لازم تكون إيقاعات من نوع معين. هو بيعمل إيقاعات ومنتظر بقى الوحي ينزل عليه. الوحي لغاية دلوقتي ما نزلش عليه. كله بيتفرج، حتى العسكري ساب كل حاجة، ساب الحرازة وجاي يتفرج على طبيب البنجو. برضو لسه الوحي منزلش رغم ان هو بيرقص بشدة وبعنف وبإخلاص. شوف الولد العجيب ده. عجب عجيب والله. طبعا الاخر هيروح يتخانق معاهم ويتهمهم ويقول لهم ده مش طبل ولا زمر، العفريت منزلش لغايه دلوقتي ولا حاجه ولا في اي وحي، طبله مظبوط عشان اقدر. هنسمع مع بعض الـ 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 الهمه بقى في الطبل لما تشتغل الاوركسترا بتاعه ياخد ايه حظه. صاحبنا هي ايه يندمج بقى اندماج عنيف علشان العفاريت يحضروا عليه ويقولوا له ايه حكاية المريض لو خد وارم ده. بيقول له دلوقتي يا سيدي العفاريت حضرهم وقالوا له ان هو المرض بتاعه ده علة طبيعية ما هيش سحر ولا حاجة، وسحر الاذان دي ملوش دخل بالورم اللي عنده ده خالص، فده علة طبيعية. فطبعا الرجل الخواجة ده هو نفسه دكتور، فهو قال طب ايه الفايدة؟ طب يعني هل خف المريض؟ ايه الفايدة ان المريض عرف ان دي علة طبيعية ومش سحر؟ يبقى استفاد ايه؟ فهو قرر الدكتور ده هو اللي واقف اللي هو الخواجة ده انه يعمل حوار مع المريض نفسه وطلب المترجم يساعده. فقال له يسأل المريض يقول له ايه حكاية الورم اللي عنده ده وابتدى ازاي؟ فجابوه هنا يسألوه. قال له ايه يا ابني حكايتك والمرض ده ابتدى عندك ازاي؟ فبيقول له هي ابتدى بورم في ناحية واحدة وبعدين نقل في الناحية التانية وابتدى بحالة حمى ورعشة وجسمي كان يسقع ويسخن. فبيقول له طيب كان في ألم؟ فبيقول له كان في ألم وجع. فين الوجع؟ هل بتبلع كويس؟ بتاكل كويس؟ الحكاية جت بالتدريج ولا مرة واحدة؟ هو بيستعمل أسلوب الطب الغربي بقى. علشان يشخص حالة الولد ده هو. ففي النهاية الخواجة ده بيقول ان دي غالبا عبارة عن التهاب غدد وممكن علاجها بالبنسلين والصلفة، ومن حسن الحظ هو كان عنده بنسلين وصلفة معاه، فعرض على المريض انه ياخد البنسلين والصلفة. المريض قال له والله ما اقدرش، لازم استشير الراجل بتاع الكتكوت، ما اقدرش اخد الادوية بتاع الاجانب دي ابدا، هنروح للراجل بتاع الكتكوت نقول له ناخد الدواء دواء بتاع الخواجة ولا ما ناخدش الدواء بتاع الخواجة. طبعا الدكتور الخواجة قال أمرنا لله، نروح للراجل بتاع الكتكوت. هو بيحاول يقنعه وياخد الدواء، يقول له لا يمكن ما أقدرش، أنا لازم أسأل البنجو طبيب البنجو بتاع الكتكوت، والكتكوت هيقول لنا ناخد الدواء بتاع الخواجة ولا ما ناخدش دواء الخواجة. فرايحين للراجل بتاع الكتكوت
رايحين للراجل بتاع الكتكوت، واه صاحبنا بتاع الكتكوت اهو، هيجيب الكتكوت يحطه بين صابعه، والاول يقول اسم المريض ويقرا يعزم، يقرا ويعزم. ويسأل الكتكوت، والاثنين قعدوا يشوفوا ايه الحكاية. فرا هو طلع من القفص كتكوت، وزي العادة حطه بين صوابعه. ده البنجو ده قاعد كده فاتح العيادة على طول طوالي ليل نهار، حط بين صوابعه الكتكوت، وبعدين حضر السم وابتدى يسقيه. غريب الكتكوت مستسلم استسلام غريب جدا للغلب ده. يا كتكوت يا كتكوت يا كتكوت يا كتكوت، إذا كان الدواء مش نافع هتعيش، وإذا كان الدواء هينفع هتموت. يا كتكوت يا كتكوت، عمال يخبط له ويقول له يا كتكوت يا كتكوت. دكتور الخواجة مستسلم للحكاية العجيبة دي. يا كتكوت يا كتكوت، إذا كان الدواء مش هينفع هتعيش، وإذا كان هينفع هتموت. اللي بيسألوا الكتكوت في ايه؟ بيسألوا الكتكوت في الصلفة والبنسلين. بيسألوا الكتكوت في رأيه في الصلفة والبنسلين، حاجة غريبة صحيح. فلسه طبعا ما ماتش، قال لك ايه، نديلهم يأربع كمان سم. ملا سم خالص اهو، أربع أربع. برضو أخ تاني، يا كتكوت يا كتكوت، إذا كان دواء مش نافع هتعيش، وإذا كان نافع هتموت. الكتكوت أصر إن هو يعيش. الدكتور بيتفرج مستعجب على ايه الحاجات الغريبه دي. كتكوت عاش زي القرد، فطبعا معناها الدواء اللي في جيبه ده اللي جايبه اللي هو البنسلين والصلفه وكان الفارغ ده مش نافع. وقال لهم فعلا بيسالوا، فقال له والله طبيب البنجو بيقول انما الكلام اللي في جيبك ده كلام فاضي مش نافع. فقال له يعني طب بس ما يضرش، يعني ممكن ياخده وما يضرش، ولا ايه رايك؟ قال له لا يا سيدي، ما دام بينجو قال ما ياخد يعني بينجو ما ياخد، خلاص ما فيش، يبقى ده كلام فارغ ما ياخدش. كتكوت قال ما كلام كتكوت ما ينزلش الارض. الكلام ده بيحصل في القرن العشرين، وفي وجود الطب والاجزخانات والوحدات الصحيه في جنوب السودان، لكن الاهالي بيفضلهم اول ما يجي حكيم البينجو يبقى هو عندهم الفيصل في كل حاجة، وهو اللي كمان يقول لهم، كتكوت يقول لهم تاخدوا الدواء ده ولا ما تاخدوهوش. ده بيحاول يجادل مفيش فايدة. برضو حاجة من الحاجات اللي بيسألوها هناك، بيستفتوا الحشرات، يعني دي العش بتاع حشرة اسمها الترمايت، فدي بيزرعوا فيها مجموعة عصيان. العصاية كل عصاية تبقى ايه، مدهونة مادة مرة او مادة حلوة، يحطوا اربع عصايات زي ما احنا شايفينها، ادي عصايتين مدهونين بمادة حلوة، وبعدين ايه، ادي عصايتين مدهونين بمادة مرة. بيقرأ عليهم، مش واخد بالك، بيقرأ عليهم يعني كلام معناها يعني احنا عاوزين نعرف انت هتاكل المر ولا الحلو، عشان احنا هنعمل رحله ونسافر او طالعين للصيد، فنطلع للصيد ولا بلاش نطلع، يعني ناخد رايك يا ترميت. بياخدوا راي حشره الترميت. بعد كده بيسيبوها 24 ساعه بقى، وبعد كده بعد 24 ساعه بيرجعوا يكشفهم على العصيان، يشوفوا الترميت كل من اني واحده، اذا كان كل من الحلو
من العصايه المدهونه بالحلو، يعني معناها ايه المشوار ده مشوار سعد وهيبقى كويس وايه يلا على بركه الله. اهو بيكشف على العصايه. واذا كان الترميت كل المر يبقى دي مصيبه وبلاش منها خالص، مش ده رحلة الصيد دي لازم هيحصل لنا فيها مصيبة. الترميت قال لا ما تروحوش، فما نروحش. فهنا بيشوفوا بالظبط الترميت كل الحلو ولا كل المر، فاتضح هنا انه كل المر. مدام كل المر يبقى ما فيش ما يصحش. حاجة تانية بيعملوها برضو بيعملوا لها استفتاء عندهم اللي هي المساحة بيسموها ايوة. الايوة دي برضو لها راجل بينجو بتاعها، البنجو بتاع الإيوة. الإيوة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مساحة يدهنوها يبلوها بمادة عبارة عن مزيج من المية والزيت وجذور نبات مقدس معين، وبعدين يمشوها على السطح الخشبي الأملس ده ويشوفوا المساحة دي هتبقى سلكة ماشية سلكة كده ولا إيه التربس. صاحبنا بقى لقى الحكاية مسلية قوي اللي هو الدكتور الأجنبي ده، فقال له والله تسأله يعني أصلا أنا مسافر إنجلترا في الكريسماس، فالسفرية يعني ميسرة إن شاء الله ولا يعني الحكاية هتبقى مصيبة يبقى بلاش أسافر. فقال له طيب اسمه إيه؟ قال له اسمه كذا. طيب فهو إيه قال الاسم وابتدى يبل بقى البتاعة دي ويعمل لها ماشية إيه نعمة ما بتربسش. لما التربس يعني معناها إيه؟ في مصيبة. يعني اللي بتجاوب في السعادة هي المساحة أو الإيوة، يسموها الإيوة. وده بينجو برضو، ده واحد من فرقة البينجو. ماشية المساحة ماشية زي الفل اهي. دوكاوت مستني بقى القرار، سفريته موفقة ولا المركب هتغرق ولا الطيارة هتقع ولا إيه. يعني هو مستعد يطوع الإيوة دي زي ما تقول بقى وخلاص. لأ ماشية حلوة، شوف بالله من الزيت المقدس ومن جذور النبات الغريب ده اللي بيستعملوه، وبعدين ايه ماشية بتنزلق سهل قوي. لا لا ده كله حلو. فبيقول له ايه الرأي ايه الخبر تسأله، فهو رد عليه قال له لا ده السفرية حلوة قوي، سافر ولا يهمك وهتوصل في الميعاد وتحتفل بالكريسماس مع اهلك وكل حاجه. الايوه بتقول يلا. قال له سافر يا خواجه. حاجه ماشيه زي الفل اهي. اخبار من فوق من عند الالهه بتقول لك سافر. يقول لك سافر، يقول له فادوك هواد. قال له متشكرين يا شيخ بينجو ربنا يخليك. وايه الازندي، قبيله الازندي يعني مهره كصناع، بيعملوا صوامع الغلال ويعملوا فخار ويعملوا خيام ويعملوا اكواخ، وعندهم الفخار يعملوه يدوي من غير عجلة الخزاف، اليد كده على طول. لكن لو حصل بقى شرخ مثلا اثناء صناعة الآنية الفخارية دي على طول يقول لك عين او حسد او جن او سحر او نحس، على طول تتهم على طول قوة الطبيعة والقوة الغيبية بالمسائل دي. وبالرغم انهم بيستعملوا عقلهم في الصناعة دي وبيوصلوا لدرجات من الاتقان مش بطالة، لكن لما تيجي حكاية المرض والمسائل دي بيستعملوش عقلهم خالص، يروحوا يسألوا الكتكوت او يسألوا الايوة او يسألوا الترمايت، وعندهم البنجو هو الحكم.
على بعد 6000 ميل من الأذان دي في إنجلترا بيعالجوا الناس بطريقة تانية خالص. في بقى حاجة بقى اسمها الفحص والأجهزة الفحص والأجهزة الأشعة ومعامل بتحلل دم وبولو براز وفيه أشعة مقطعية وفي رسم قلب ورسم مخ ورسم عضلات وياخدوا تاريخ للبيشنت وإزاي ابتدى المرض وياخدوا عينات للتحليل. منهج تاني خالص، لا بيسألوا كتكوت ولا بيسألوا حشرة. هنا الفرق بين العلم والخرافة. هنا بيعتمد الطب كله على الملاحظة الدقيقة وعلى الاستنباط وعلى دراسة حالة المريض وعلى الدم بيقول ايه، مش الكتكوت بيقول ايه، رسم القلب بيقول ايه، الكهرباء اللي طالعة من المخ بتقول ايه. فدي كلها مبنية على استقراء شواهد واقعية طالعة من المريض نفسه، مش تخريف ولا شعوذة. نوع آخر تماما من الطب. لكن للإنصاف والحقيقة في الواقع أوروبا كانت غرقانة في في عصورها المظلمة، كانت غرقانة في الشعوذة. في العصور الوسطى كان أوروبا عايشة في شعوذة لا تقل عن شعوذات أفريقيا. اللي احنا شايفينه دلوقتي جبالة الملوك في فرنسا، كل ملك ومراته لهم تمثال هنا، وفي عصر النهضة بقى كل واحد له تمثالين، تمثال يمثل جسمه اللي بيموت وتمثال بيمثل الملكية التي يمثلها وهي نظام لا يموت. فاحنا هنشوف هنا ادي تمثالين اللي يمثلوا الجسم الذي يموت، الملك والملكة، وفوق هنا شوف بقى تمثالين لنفس الملك والملكة بس هنا يمثلوا شيء تاني وهو الملكية التي لا تموت، بينما التمثالين اللي راقدين تحت دول يمثلوا الجسم الذي يموت. وقلنا ان مع دخول المسيحية ومع تتويج الملوك ومسحهم بالزيت المقدس بدأت اعتقاد عند الملوك بان لهم لمسة شافية. نفس الحكاية هنا، تمثالين للجسم الميت. وتمثالين لجسم الملكية التي لا تموت. قلنا مع دخول المسيحية وتتويج الباباوات للملوك ومسحهم بالزيت المقدس بدأت عقيدة عند الملك بأنه من جنس مختار محبوب عند الله وأنه هو لمسته تشفي من جميع الأمراض. فبقوا يقيموا احتفالات كبيرة قوي، ده عملية التتويج والمسح بالزيت المقدس والحاجة دي. بقوا يعملوا احتفالات، ما زال برضو هنا التتويج اهو، فبقوا يعملوا احتفالات واستقبال للمرضى في القصر الملكي كل كذا شهر، والملك يظهر للجماهير ويمارس شعيرة اللمسة الشافية. هنشوف هنا صور كتير لهذه اللمسة الشافية بالتتويج برضه، لما زلنا الصور اللي احنا بنشوفها التتويج والبابا بيتوج الملك.
بعد التتويج يبتدي الملك يبشر شعيرة اللمس الشفية، اهو جايين له المرضى وهو بايه كل مريض يجي دوره فيلمسه يحط ايده على راسه فيخف. ودايما قلنا انه بيختاروا مرض معين هو سل الغدد لدرجة مسموه كينجز ايفل. شوف الملك بيعمل ايه، بيلمس رقبة المريض لللمس الشفي. دي اللمسة الشفية. طبعا دي شعوذة على مستوى الملوك بقى، ان هي ولا شفية ولا حاجة. وكان اذا مريض خفف لانه حيل نتيجة اللوز او غدة ملتهبة نتيجة اللوز وخفت وخلاص من نفسه. شوف صاحبنا قاعد مستني اللمسة الشفية. استمرت ده هنري السابع وهنري الثامن في انجلترا، استمرت مباشرة هذه الشعائر لغاية ما بعد هنري الثامن برضه وبنته ومراته ميري الملكة ميري، واستمرت برضه في عصر شارل وابنه وبعدين لغاية الملكة آن. بينما في فرنسا انتهت هذه الشعيرة بقطع رأس لويس السادس عشر على المقصلة، وبذلك انقرضت في فرنسا حكاية الايه اللمسة الشفية. ومع كده نابليون لما حكم وزار مرضى الطاعون في يافا فحاول يبشر اللمسة الشفية هو كمان، هو تهيأله انه هو بقى كمان عنده حكاية اللمسة الشفية دي. دول مرضى الطاعون في يافا ونابليون بيلمسهم. قلنا في انجلترا بقى استمرت لما بعد شارل واستمرت لغاية الملكة آن، واخر واحد تلقى اللمسة الشفية من الملكة آن هو اللي شايفينه ده، اللي هو الكاتب الكبير صامويل جونسون. وده بيحكي عن الحكاية دي، يقول لك أمي خدتني وكان سني سنتين وخدتني للملكة آن. كل ما أذكره للملكة آن هو إنسانة ضخمة صدرها أبيض ومليان جواهر. دي الملكة آن، ولمسكني وحطت إيدها على رقبتي، والنتيجة طبعا إن ما خفتش ولا حاجة، أنا حالتي زادت وتدهورت. دي حكاية الكماشة اللي بيطلعوا بها الأمراض، كماشة السحرية يقفشوا بها المرض ويروحوا رامينه وخلاص المريض يخف. وطلع مجموعة دجالين في أوروبا يستعملوا هذه الكماشة، يقول لك ده حديد سحري يعني أرى عليه الجن وحاجات زي كده، لدرجة أن بعضهم جنى الألوف من حكاية الكماشة السحرية دي. وبعدين لما واحد منهم مات وكان أغناهم بقى، كانت الكماشة بتاعته دي بقى يعني ما تنزلش الأرض، ما تمسكش مرض إلا تروح مطلعاه على طول. فبعد ما مات اتضح ان الكماشة دي مش حديد ولا حاجة، انما خشب. ادي الكماشة اللي كان بيضحك بيها على الناس. واضح ان الطب مر على تاريخ كبير قوي، وان يعني الشعوذات والدجل لم ينفرد به الشرق وحده، ولكن ايضا ابتدت في العصر الوسيط في العصور الوسطى في اوروبا كان في ظلام اشد، وكان الشعوذات على اخرها والدجالين ما لهمش عدد ايضا. لكن زي ما قلنا يعني الفرق فعلا يمكن بين افريقيا واوروبا ان هؤلاء الناس فاقوا بدري، اللي هم في اوروبا ناس فاقوا بدري يصححوا المسيره بتاعتهم بدري،
ولما جه الإسلام استفادوا من الإسلام واستفادوا من الكتب اللي عملها ابن سينا والرازي والزهراوي، ومشيوا على المنهج الجديد اللي هو منهج الاستقراء، اللي هي مبدأ كل شيء الملاحظة واستنباط القوانين، وإن الواقع هو الأساس مش التخريف ولا الكلام التخمين. فهم خدوا هذا المنهج بس فعلا وصلوا به لذروته بقى. وفي الوقت اللي ابتدى المسلمين يتخلفهم كانت أوروبا فعلا خدت الطريق الصح وانطلقت، ونشأ الطب المتكامل اللي احنا بنشوفه حاليا. والطب اللي احنا بنطبقه حاليا هو الطب الغربي او الويستر ميديسن او الأورثودوكس ميديسن، ده طب من صناعة غربية في الواقع حاليا من اوله لاخره، وهو قائم على مناهج علمية، دراسة تشريح الإنسان، دراسة وظائف الأعضاء، دراسة المرض نفسه إزاي ابتدى وتطور وأعراضه وعلاماته، وفحص المريض ثم وسائل فحص بأساليب ملهاش آخر اللي دخل فيها الأشعة والألتراسونيك والمناظير والميكروسكوبات والباثولوجي والفحص الباثولوجي والمعامل والفحص الطيفي بالسبكتروسكوب، وبعدين الأشعة المقطعية، الليزر، أساليب ملهاش آخر، وبقى فيه تكنولوجيا جديدة اسمها الميديكال تكنولوجيا، وبعدين وسائل التداوي اتسعت جدا بالإضافة إلى العقاقير أو العقاقير المخلقة والهرمونات والفيتامينات، دخلت قبيلة المضادات الحيوية والأنتيبيوتكس والكورتيزونات والحاجات دي، وبعدين دخلت الجراحة بهيلمنها، وبعدين زرع الأعضاء. كل ده يعني تحول إلى كم من الخبرة إحنا دلوقتي عايشين عليه. لكن رغم إن فعلا الطب التقليدي أو الويسترن الطب الغربي ده هو الطب السائد والحاكم حاليا، إلى إن له برضه نقط ضعف وعيوب. يعني مثلا الأدوية والعقاقير المخلقة والأنتيبيوتكس والمضادات الحيوية، كل الحاجات دي اتضح إن لها آثار جانبية مدمرة، وإن المضادات الحيوية بتكسر الدم وتعمل أنيميا وتعمل سرطان في الدم وتعمل أورام في الكبد وتعمل فشل كلوي. الكورتيزون مثلا بيخوخ العظم ويوقف نمو الطفل ويعمل خلل في توازن المية في الجسم. الفلدين والفولترين أدوية الروماتيزم تعمل قرح. كل دي عيوب في الكيموثيرابي في الطب الغربي. وأيضا مسائل أخرى، إن النظرة بتاع الطب الغربي نظرة ميكانيكية للبني آدم، أكنه عربية كربوراتير بازر نرميه ونزرع قلب، نزرع كلية، نزرع كبد، بينما الإنسان أكبر من كده. الإنسان روح وجسد وظروف ومجتمع وحالات نفسية، فما بينظرش إليه على إنه كده، لكن بينظر إليه على إنه عدة. ودي برضو من عيوب الطب الغربي. وبعدين حكاية زرع الأعضاء، زرع الأعضاء مشكلة خطيرة جدا، لأن أنت عارف العضو ده جه منين. ده آخر خبر إنهم في لبنان بيقتلوا الأطفال القناصة، يقتلوا الأطفال ويعبوهم في كياس ويبعتوهم أعضاء للزرع في أوروبا. فدي كارثة فظيعة. وآخر خبر حتى في طالع في الجرايد إن في لندن أطباء كبار عاملين عصابة يعملوا عمليات بسيطة ويلطشوا الكلية بتاع مريض ويدوها المريض تاني. فإيه ده في لندن الحاجات دي؟ فدي شغلانة خطيرة جدا. فكل ده عيوب في المنهج الغربي، رغم إنه يعني منهج طبي متقدم جدا وهو الحاكم في الطب حاليا. طبعا طبعا لحسن الحظ في مدارس اخرى، في مدرسه الطب الوقائي اللي هو بقى ايه، وداوني بالتي كانت هي الداء، يعالج الداء بالداء. الجدري نعمل وقايه منه بميكروب الجدري، تشريط ونعمل ايه وقايه فاكسين خلاص الواحد ما يجيلوش جدري. التيفود برضه يعالجوه ويدوا وقاية منه بميكروب التيفود. السل
بميكروب السل اللي هو البي سي جي، الدفتيريا بميكروب الدفتيريا، سعال الديكي بميكروب السعال الديكي، الكلب بالميكروب الكلب الى اخره. يعني بقى علم قائم بذاته، علم الطب الوقائي. واللي ماشي في نفس الخط برضو علم الهوميوباسي اللي هو برضو داويني بالتي كانت هي الداء بس بطريقه ثانيه. يعني الهوميوباسي يقول لك ايه؟ اذا ثبت عندنا ان في عقار زي الكينه مثلا، لو خدناه بكميات كبيره يعمل اعراض زي الملاريا، يبقى اذا الجرعات الصغيره من هذا العقار هتشفي الملاريا. ومبني بقى كل علم الهوميوباسي على الفكره دي، فكره ايه؟ ايه الشيء اللي يعمل نفس المرض من العقاقير او يعمل اعراض شبيهه، فيبقى ناخد منه جرع صغيره قوي قوي هتتضح انها جرعه شفيه. وينبني كل الهوميوباسي على الجرع الضئيله جدا، يعني لدرجه ايه؟ العلاج عندهم نقط تحت اللسان، قرص صغنن قد كده. والهوميوباسي ده فرع كبير من الطب، وفي اوروبا له اجزخانات ودكاتره، وانا ما اقدرش اقول ضده او معاه لاني ما جربتوش خالص، لكن هو فرع قائم فعلا. طبعا ده غير الابر الصيني، وده عملنا عنها حلقه قبل كده. الاعشاب، وده فرع كبير دلوقتي وله عشابين، والهيربيستس، ودلوقتي طب الاعشاب متقدم جدا وطب منافس في اوروبا. وايضا المدرسه الطبيعيه في العلاج، يقول لك العوده للطبيعه، تخرج للخلا والرحلات وتشرب مياه معدنية وتنظم أكلك وتنظم نومك، تنام بدري وتصحى بدري. يعني ممكن تتجنب أمراض ملهاش آخر. أو المدرسة النفسية في علاج الطب اللي هي مبناها إنك أنت تصلح الموقف النفسي للمريض، لأن بيعتبر الموقف النفسي للمريض هو السبب أحد أسباب المرض، وأحيانا أهم سبب في المرض. فالموقف النفسي للمريض مهم جدا. يعني مثلا إرادة الحياة، إرادة الحياة عند المريض وإرادة الشفاء حاسمة في مسألة العلاج. التفاؤل، تكيف المريض مع الظروف، إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ثقته بالله، الصلاة، الدعاء، كل دي حاجات بالنسبة للمدرسة النفسية شافية بالفعل. والإيمان مهم جدا عند شفاء المرضى. طبعا في صراع بين المدارس، خاصة الصراع جاي من ناحية مين؟ من ناحية الطب التقليدي، ومن وراه مافيا الشركات الدوائية بتحارب كل البدائل الطبية دي، بدءا بالأعشاب والإبر الصيني والمدرسة الطبيعية والنفسية والحاجات دي كلها، من وجهة نظر مصالح، لأن دي ممكن الأدوية تضيع في الشركات، الأدوية ممكن تفلس لو انتصر البدائل الطبية دي كلها. والحقيقة رغم اعترافنا بسيادة الطب التقليدي أو الويستر ميديسن حاليا، لكن لا غنى عن البدائل. وبعدين هذه البدائل هي ما هيش منافسة، هي في الواقع بدائل مكملة. يعني مثلا الطب الوقائي، الطب الطبيعي، الطب النفسي، الإبر الصيني، الأعشاب، كل دي في الواقع طب بديل ما بينافسش، ده بيكمل. أنا بقول مش هقدر أستغنى أبدا عن مشرط الجراح، ومش هقدر أستغنى عن الكيمو ثيرابي ولا ألغيه، لكن دلوقتي عندي بدائل، لان جايز المريض ما يستحملش. لا كورتيزون هيجيب، لو خده هيجيب اجله، ولو خد مش عارف الاكروميسين ولا اوريوميسين ولا بتاع الادويه اللي هي الانتيبيوتكس دي، بتعمل له فقر دم وبتكسر الدم وبتعمل له سرطانات وبتاع، فانا بدي له بديل. فاذا انا مش هلغي الطب التقليدي، انا بقول ان البدائل دي هتفتح لنا سبيل نكمل، فبيكملوا بعض ما بيلغوش بعض. وبعدين انا عاوز اقول حاجه، يعني مش صح ان الطب التقليدي ينفرد بالمريض، لان لما المدرسه دي بتنفرد بالمرضى، واحنا شفنا الـ 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 الاثار الجانبيه والاضرار والدجل والشعوذه اللي بتحصل فيه. الله، طب ما هو مثال بسيط، تبص تلاقي اعلان نص صفحه في الجورنان، ريفو يشفي من الزكام. هل ده صحيح؟ يشفي من الانفلونزا؟
هل ريفو يشفي من الانفلونزا؟ كذب بصراحه، لا ممكن تشطبها من الاول لاخر، مفيش اي دواء بيشفي من الانفلونزا لغايه دلوقتي ما ظهرش. فان تبص لاي اعلان، طب مساله شركه ممكن تدفع ايه اللي يهمها، تاخد نص صفحه او صفحه كامله ريفو يشفي من الانفلونزا، هو ما يشفيش. وبعدين حاجه تانية، تبص تلاقي 6 ادويه وكلهم دواء واحد، مفيش فرق خالص، اسبيديل واسبيول واسبوسيد واسبرو واسبرين وريفو، كل دول عباره عن ماده واحده لا غير، اسمها اسيتيل ساليسيليك اسيد. الله، طيب ايه لازمه الباكج ده كله؟ وبعدين ليه نعمل كل الشركات دي تعمل كله، شركه تطلع بحاجه وهي نفس الشيء، وبعدين تبص لها فيه تفاوت في الاسعار. نفس الحكايه برضه في ادويه الكح، تلاقي اجيب لك عباره عن 10 امزجه وشرب ادويه شرب للكحه، وتشوف التركيب بتاعهم تلاقي واحد نفس التركيب، ومع كده واحد ب5 جنيه واحد ب10 جنيه، طب ليه؟ وبعدين الحكايه اللي حكيناها عن زرع الاعضاء، وان العضو اللي بركبه هنا معناها في واحد اتقتل في مكان تاني، فدي كارثه. ده غير الايه، الكوارث اللي بتحصل نتيجه الكورتيزون والمضادات الحيويه والفولترين والفلدين والقرح اللي بتحصل في الامعاء، بتداوي حاجه بتنيل حاجه ثانيه. فاذا ما اقدرش ابدا اسيب هذا الطب ينفرد بالناس. الحل في نظري ان لازم نفتح الابواب للبدائل، نشجع كل مدارس الطب. والحقيقه دي فكرتي، عشان كده في المجمع الطبي عندي في المسجد قررت انشاء مستشفى جديد كامل للطب البديل، في اقسام للابر الصيني والاعشاب والهوميوباثي والماجنيتوثيرابي وكل الحاجات دي كلها. وانا بشوف ان هو ده الحل، ان ندي فرصه لجميع الزهور اللي تتفتح، ويبقى اللي هيحصل ان الصوره العلاجيه هتبقى متكامله، مش هيبقى ضد بعض ابدا، عمر ما الحاجات دي هتبقى ضد بعضها، ده بالعكس بتكمل، ويبقى في فرصه اكبر لاختيار المريض. وهو ده الحل في نظري، علشان على الاقل نتيجه التنافس بين المدارس المختلفه كل واحد هيطلع احسن ما عنده ويخبي أسوأ ما عنده، وتكون النتيجه في النهايه لمصلحه المريض. والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.